بسم الله الرحمن الرحيم. لا والله شوف يعني هو وضعه صعب، احنا طبعا لازم نتعلق بالامل بالله، لكن وضعه يعني لانه يدخل في حسابات لابد انه يفوز اولا على المنتخب الفرنسي، وهذه اعتقد ان فيها نوع من الصعوبه. صحيح المنتخب الفرنسي ضمن التاهل وضمن المركز الاول، وبالتالي هي تفوز تونس فقط، لانه في فريق منافس اخر هو الدنمارك. مباراة الدنمارك امام استراليا ايضا تقريبا يعني شبه مضمونه على الاقل، حتى لو تعادل فهذا لا يعطي للمنتخب التونسي الفرصة بالتأهل فيما لو فاز. لكن نتمنى أن الفريق التونسي على الأقل يغادر البطولة على الأقل بمستوى مشرف يشرف الكرة العربية ويعيد لتونس أمجاد 78. ترى أنا حضرت 78، حضرت مباريات تونس في الأرجنتين عام 78، وكان منتخب الحقيقة مشرف وشرف العرب في تلك البطولة. أنا أشوف أن المنتخب التونسي ضيع بطاقة التأهل في المباراة السابقة، خصوصا أنه واجه منتخبات مش صعبة. حاليا عنده مباراة صعبة مع المنتخب الفرنسي، تعرف المنتخب الفرنسي انه منتخب قوي، فائز بالنسخة الماضية من كأس العالم، حاليا تأهل الدور المقبل، فشوف انها مباراة صعبة بالنسبة للمنتخب التونسي. في الحقيقة انا حزين جدا على المباراة الأخيرة اللي قدمها المنتخب التونسي، كان قدام انه يحقق نتيجة أفضل من كده، ولكن النتيجة التي تحققت يعني وضعته في موقف صعب شوية، لأنه هو بيقابل المنتخب الفرنسي أحد المرشحين للتتويج باللقب، المنتخب اللي بيضم كوكبة كبيرة جدا من النجوم. مش بس المنتخب التونسي محتاج ان هو يكسب منتخب فرنسا، لا ده كمان مستني، يعني حتى لو قدر ان هو يكسب منتخب فرنسا مستني كمان نتيجة المباراة التانية، فبالتالي الفرصة بقت صعبة جدا، وبشوف ان حظوظ المنتخب التونسي ضعيفة في التأهل، واعتقد ان الكل شايف ان حظوظ منتخب تونس ضعيفة في التأهل، وان يحتاج تقريبا الى معجزة كروية ان هو يكسب فرنسا، وكمان نتيجة المباراة التانية تكون في صالحه، فالحسبة معقدة شوية. لكن بشوف ان اللي حصل ده للمنتخب التونسي بيتحمل مسؤوليته جلال القادر المدير الفني من خلال ادارته الاول مبارتين واحتفاظه يعني بنجوم على الدكة، كانت سهل جدا ان هي تفرق معاه في نتيجة المبارتين. الحياة فهم، الحياة فهم، زهرة الحياة.